أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن الجهود مستمرة في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتعزيز كافة الخطوات لحماية المجتمع ولا سيما المجتمع الرياضي البحريني وتعزيز الوعي لدى كافة الأفراد بأهمية تطبيق الإجراءات المتبعة للوقاية من هذا المرض. جاء ذلك لدى ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأسبوعي مع عدد من المسؤولين في قطاع الشباب والرياضة. وقد شهد الاجتماع مشاركة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد محمد حسن النصف أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وسيد محمد حمد العجمي المستشار الرياضي لسمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقد بحث سموه مع المسؤولين تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من أجل تعزيز اتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على المجتمع الرياضي البحريني من خطر الإصابة بمرض كورونا.